تعالوا مع بعض نعمل طبق الجديد الحصري في فكر طهوي شويه. ازاي اعمل فلفل محشي جبنه مقلي كريسبي؟ يعني هنحشيه، ممكن نحشيه لحمه مفرومه، ممكن نحشيه جبنه، ممكن نحشيه فراخ مفرومه، ممكن تحشيه سمك، ممكن تحشيه جمبري. انا هديك الفكره، وزي ما قلت لك الفكره ان احنا نغير منها ونجدد منها، ده مهم جدا. حلو، الطبق ده هحطه هنا. الله، اهو اقرك كده يا عم ملاح، راضي عني؟ الجرنش بتاعنا اهو، طمط ميه حلوه. البرزنتيشن وانك ترسم الطبق وانك تجرنش الطبق دي بتاعتك، اللي هو يبقى طولة بالك عايزه تعملي حاجه حلوه كده. زي ما انا شغال كده، طماطمية حلوه لطيفه، ممكن تحطي بصل اخضر، الاكله دي حلوه. تحبي الطبق المخلل اللي جنبيها؟ يا سلام لو عندك شويه خيار مخللين، يا سلام لو عندك زبادي بالنعناع وبالثوم. شفت الطبق اتغير؟ ها، ده المقصود من الموضوع. اه بالشكل ده كده. الله، ده بصل اخضر باخده كده، نفس القصه. انتهز فرصة وجود البصل الأخضر في السوق أيام الشتاء، ونكسر من ده ما بيتخزنش. ولكن بيعمل إيه يا عم الشيف؟ طول ما إحنا بناكله ترسنة من الأكسدة، وترسنة من الحصانة، مضادات أكسدة، يقوي المناعة، ينشط الجهاز الهضمي، كل ده. طبعا هنا شكله اختلف. ها، حلو، تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل الفلفل المحشي بتاعنا بطريقه جديده وحصري. حلو قوي. هاخد الفلفل ده كده واجيب سكينه صغيره. حلو، ونشيل القمع بتاع الفلفل ده كده من هنا. انا معايا واحده بس وكلهم معمولين، فاحنا نجيبها مره واحده. ايه رايكم يا شباب؟ اهي اهي اه 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 اهي اهي اهي، ده جمبري جامبو. اه، واشيل دي كده وبالراحه خلاص. اعمل كده بالسكينه، عشان كده بقول لك السكاكين الصغيره دي مهمه. اه، دي تطلع كده ونفرغه كده، ونرجع البنشه نعمل كده من غير ما تجرحيها. كلهم كده، بص عليهم بقى مخرجنا اهو. شفت القصه دي؟ وتجيب الارض الفلفل المليان اللي بالشكل ده كده. اه، حلو. اه، ده موجود دلوقتي، مش هتلاقيه في الصيف بالشكل ده كده. حلو كده، زي الفل. خلصنا من ان احنا نقور الفلفل، زي الكوسه، زي البتنجان، وهكذا. البلانشه بتاعتنا. نعم، سؤال بيقول لي انت حاطط ليه منديل تحت البلانشه؟ انا حاطط المنديل تحت البلانشه ده، تحط فوطه، تحط منديل، سواء بلانشه خشب او بلانشة بلاستيك اللي موجوده في السوق، علشان لو في سوائل نزلت نتيجه تقطيع طماطم، نتيجه اي حاجه، تثبت لك البلانشة، ما تخليهاش تجري على على الرخامه، على الكاونتر، وهكذا. اه، شفت ازاي؟ اه، حاجه بسيطه ولكن بتعلمك حاجه. هناخد الفلفل ده كده ونعمل الحشوه بتاعتنا واحنا واقفين مع بعض. الحشوه عباره عن ايه يا عم الشيف؟ واحنا واقفين كده، اه، جبنه موزاريلا، تشكيلة جبنة، تحطي موزاريلا بس مفيش مشكلة. دون عين جبنة همت، عليهم شوية كزبرة حلوين. حلو، عليهم شوية شبت حلوين، فص توم، كأنك هتعملي أومليت يعني بالخضار. أهو، حلو الكلام. هنحط معلقة دبس الرمان حلوة، وده اختياري برضه، زي ما أنا شغال. معاهم بيضة، معاهم شوية بهارات، بهارات كده، زعتر، بابريكا، فلفل، البهارات العادية، بس طبعا مش هنحط لا كمون ولا كزبرة. زعتر، فلفل، بابريكا، شوية ملح، هنقلل الملح لأن الجبنة هنا ممكن فيها ملح، فهنا كنترول على الملح. ونقلب كده الخليط ده. اهو، ونمسك الفلفل ده يا عم الشيف، نحشيه الخلطه دي.
عندك لحمه مفرومه مستويه متعصجه جاهزه، ما تحطيش لحمه نيه، حطيها. عندك صدر فرخه بايت من امبارح في التلاجة، كنت عامله ملوخيه للاولاد، قطعيه وحطيه. عندك هوت دوج قطعيه مكعبات صغيره وحطيه. عندك سجق سويه على النار وبعدين حطيه. الحشوه اللي تتحط في الفلفل هنا لازم تكون مستويه، سواء لحم او فراخ او اي حاجه. عندك جمبري سويه في شويه ميه بعصره ليمون وحطيه، وهكذا. شفت ازاي انا بساعدك؟ اه، عشان تعملي حاجه احسن مني، وانا بكون فخور لما تكون احسن مني. حلو، كمان واحده. حلو، احنا واقفين كده مع بعض بالسله. كمان واحده معانا. بيض وبقسماط ونشا، هنخفق بيضه مع معلقتين نشا مع شويه حليب، ونغرق الفلفل ده في النشا والحليب والبيض، وبعدين تنزل على رقائق الذره او البقسماط. فكره، ها، حاجه جديده. جمبري ده لما يتحمر في البقسماط دلوقتي على السفره بقى زي الجمبري. عامله مشويات، قدميه مع المشويات. عرفت الفكرة ازاي؟ انت بقى ممكن تكوني لحمة مفرومة بقيت احسن مني، فراخ مفرومة ومستوية ومتقطعة. المهم ان اي حشوة هنا التوبنج بتاع الفلفل ده لازم يكون مستوي، سواء لحوم او فراخ او سمك. انا حاطط جبن. اه، حلو، احشي احشي كده. اه، الاولاد بيحبوا الافكار دي على فكرة، يعني في دلوقتي ماشيين اللي يحبوا الاختراعات والافكار دي. فانت برضو تمشي مع الجو وتمشي مع الايه، تتماشي وتسيس الدنيا وتعملي لهم الحاجات الجديده دي، بس تكون انت حصري كده. وعشان تكون حصري، عشان تكون مميزه جوه العيله وجوه الاسره وجوه البلده وجوه المنطقه وجوه الشارع، لازم تتابعي برنامج اكله ام على القناه الاولى. هناخد الفلفل ده يا عم الشيف مع معلقتين دقيق مع معلقتين نشا، ونعمل خليط زلالي، خليط له قوام، خليط له شخصية. وعندي زيت بيسخن على النار، حلو، عشان نسقط الفلفل ده في قلب الخلطة دي ويطلع بعد كده على البقسماط. الخلطة دي هتيجي منين؟ من البيضة الحلوة، من شوية النشا الحلوين، من شوية الدقيق الحلوين، ونقلبهم مع بعض مع قليل من الحليب والتوابل. زي ما انا شغال كده، شفت السرعة والبساطة؟ حاول. اللهم صل. الزيت اخباره ايه؟ حلو قوي. آه، يسخن، يسخن جيدا. لازم الزيت هنا يكون شديد. انا مطلوب من الزيت هنا يحمر لي الفلفل، شويه حليب صغيرين، ونقلبه دول كلهم مع بعضيهم وانا شغال كده. احب انا اشتغل كل حاجه في وقت واحد. عندنا حاجه في الفرن مخرجنا؟ تمام، الأرنبيط طلع والمسقعة طلعت، ونقلب دول مع بعض. عايز قوام، لأن الملمس بتاع الفلفل ملمس ناعم، خلي بالك القوام هنا يكون تقيل. أهو نفس العجينة اللي بنعمل بيها التنبورة. ما هي التنبورة؟ التنبورة دي أكلة يابانية بتقيل خضار لحوم أسماك في الخلطة دي، بتاخد صودا، بتاخد ممكن نشا، بتبقى سبايسي. اخواننا الصينيين بيحطوا الوسابي صوص فيها، اخواننا اليابانيين يحطوا شطه، اختياري. الوسابي اللي هو الباودر منه او المعجون، في منه المعجون وفي منه الباودر، ده بيتباع برضو في فين؟ في السوبر ماركات الكبيره. حاضر يا فندم. تقولوا لي اسوء خبر بتسمعه وانت شغال لما يقول لك فاضل دقيقتين ثلاث دقائق، كان واحد بيقطع لي حبل افكاري. اه والله انا عايز اشتغل كده، ما حدش يقول لي بطل. اصحى وانام وانا شغال كده. انا عاشق للمطبخ، انا مريض مطبخ. اه، وانا واقف شغال، ده المتعه هنا، الاستمتاع هنا مع واحد بيحب حاجه هو بيحبها. هننزل الخلطه دي كده، شفت الجو؟ شفت بقى الخليط؟ لما انا بقول ملمس الفلفل لازم تكون الخلطه قويه. اه، ونسقطها هنا تاني. اه، شفت ازاي؟ ونسقطها هنا.
بعدين يا عم الشيف في زيت بقى لازم يكون شديد الحراره، هنغلفها ونقلها في قلب الزيت، مش تاخد وقت. وانتوا قللتوا الوقت بتاعي يا شباب؟ انا بحس الوقت بيخلص بسرعه، ما فيهوش بركه ليه؟ انا اطالب بساعتين على الهواء. بهزر؟ خلوهم ثلاث ساعات. زي ما انا شغال كده. ناخد الخلطة دي يا عم الشيف، وعندنا زيت شديد الحرارة، بناخدها كده ونقف جنب الزيت، اللهم صل على النبي، ونبدأ نحمر مع بعض بسرعة. طبعا لازم وانت بتحمر برضو في فن هنا، الشبكة بتاعت القلاية تكون في قلب الزيت. خلي دول كده على جنب. الله، في قلب الزيت تقفليها كده، شفت الجو ده كده، وفي قلب الزيت. يلا كده في قلب الزيت كده في قلب الزيت كده في قلب الزيت. بنقلي جمبري احنا كده. لازم القوام بتاع الخلطه يبقى سميك عشان يمسك فين؟ في الفلفل. كده في قلب الزيت. ما تهزهاش كتير بقى، سيبيها كده براحتها. اهم حاجه هز، لا زي ما هم كده. اي حاجه تحطها في الزيت السطح الخارجي ليها زي الفلفل كده والتوبنج بتاعها ما تهزهاش كتير، الا انك تحط بتنجان مثلا ولا قرنبيط، هزيه بعد ما تخلص على طول. نشيل كل ده من هنا. فكره حلوه، فلفل عند الفكهاني قد كده او عند بتاع الخضار عموما، هتجيبيه وتعمليه بالفكره دي، والحشوه زي ما انت عايزه، فراخ بايته في الثلاجه زي ما قلت لحضراتكم، لحمه مفرومه، سجق، الحاجات اللي موجوده عندك. رواية مطبخك كده عشان وارد ضيوف يجوا لك، ونقف كده نشوف الدنيا عامله ايه هنا. حبيبي حاضر، عينيا. انا والله النهارده بسمع لك كلامك اهوت، وكل يوم بسمع كلامك. مخرجنا عايز الدنيا رايقه، اجيب طبق التقديم؟ تستاهل طبق حلو. ممكن تقدمي معاه كاتشب للاولاد، ممكن تقدمي معاه مايونيز للاولاد زي ما انت حابه، ممكن تقدمي معاه سلطه الطحينه للاولاد. عجبتك الفكره؟ تعملها النهارده برضو، ما يتقلبش كتير. حلو، معانا وقت ولا نطلع؟ زي ما تقولوا لي انا معاكم. في صوره حلوه على الشاشه، والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. اظبط الدنيا. حلو. صينيه المسقعه بالارنبيط على الشاشه فيها تفاصيل كتيره، وقلنا الارنبيط له مشاكل مع الكولون، بالكزبره الخضراء والكمون بننهي المشكله بنسبه 90%. معانا طبق جميل بهديه لكبار السن والاطفال، سريع المضغ سريع الهضم، اللي هو البرغل بالشعريه. معانا فلفل سبايسي شويه، معلش ده اختياري بقى، ده ممكن تعمليه مفيش اي مشكله، بس تسالي ضيوفك طبعا وتقولي لهم ان الاكله دي شويه سبايسي، مش قوي على فكره، الفلفل ده حنين في السبايسي بتاعه. ناخده كده. الله، جبنه ساحت، عشان كده بقول لك. حاضر. اهي واحده، اهي شفت الجبنه سايحه ازاي؟ اهي حطها لك هنا. حاضر يا فندم. دي عايزه شويه كاتشب شويه مايونيز بألف هنا وشفا. ياخدها زي ما هي كده، الطبق الحلو ده كده هنا مكانه. الله، شويه خضره عليه كده. فلفل لونه اتغير. طبعا حلقتنا النهارده مش مكلفه ماديا، ولكن الخبره الطهويه، الفكر الطهوي، حبك للمطبخ، مفاتيح السعاده الزوجيه اللي بتكلم دايما عنها، مش هتروحي تجيبيها من اي مكان، هي جوه بيتك جوه مطبخك. خشي كده وسمي بسم الله، هتعملي حاجه زي الفل. رؤيا
فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.